السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض الوول فينيش، يعني عايز أعمل وول على الحيطة العادية بحيث تبقى كنوع من الدهان، بيبقى أسهل في حصر الماتيريال. ساعات في بعض الأوقات بنحتاجها، ممكن يكون عندي مثلا عمود إنشائي فبعمل الحيطة دي عشان تدار على الحاجات ديت. طيب خليني مثلا أقول له أرتكشر وأقول له وول وأختار الوول بتاعتنا أهيت، واللي أحط فيها مثلا باب وأحط فيها شباك. مفيش شباك في المشروع دوت، فهيقول لي حمل الشباك، فأقول له ويندو وأجي أحمل أي نوع من أنواع الشبابيك، أقول لكم مثلا دوت أهوت، وأحط حتة تانية زي فينش بره أول، وأختار أول تكون رفيعة شوية مثلا ديت. طبعا هي بترسم من النص، فممكن تدخل مع الحتة التانية، فأقول لأ ده أنا عايزها من الفينش. الحتة دي ممكن تكون ليها دهان معين أو مواصفات معينة وهكذا. طيب لاحظنا إن الحتة مغطية على الباب وعلى الشباك، فعلم على الحيطة وأقول له جوين وأقول له حطها مع الحيطة التانية بالشكل دوت. تعال نشوف كده من التوب، جوين دي مع دي اهي. الحتة دي لما تكمل زي الحتة ديت بتلاقي ان هو فتح لي مكان الباب ومكان الشباك، والدهان ده طبعا في حتة يعني 2 ملي 3 ملي صغيرة جدا. ده بستخدمه في بعض الحالات، يعني ممكن مثلا عملت حتة معينة وبعد ما عملت الحيطة قال لا ده انا عايز دهان معين من جوه، فممكن اروح اعمل الحتة ديت للجزء الداخلي من الغرفة مثلا.